التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والأشواط تتواصل وتتوالى. شوط انت الأخير على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة. انطلق الشوط 21 في انطلاقات هذا الصباح ضمن أشواط الانتاج والمنتجين، يحمل الأبكار مشاهدينا متابعينا الكرام، الأبكار الحقائق في هذه الانطلاقة. انطلقت الشعارات، شعارك الشبل على المقدمة، ولكن في هذه اللحظات هذه العنود العنود العنود. عبد العزيز بن يمعة بن مبارك الحبابي على المركز الأول، بينما المركز الثاني منيعة، تأتي في المركز الثاني سعيد بن سالم بن دري تتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث شقراء تأتي في المركز الثالث، ناصر بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري على ثالث المراكز، وبقول المركز الرابع مغضية تأتي في المركز الرابع، وسعيد بن راشد بن غدير الاكتبي يتقدم، بينما تدخلت في هذه اللحظات الناوية عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري والمركز. وهناك أيضا دخول في هذه اللحظات من قبل الهود محمد بن عبد الله بن سعيد بالحب العامري تتقدم، بينما هناك ايضا تواجد من كل الشعارات. وصلت في هذه اللحظة، وصلت سيوف صالح بن سليم بالخصواني العامري، ووصول من قبل في هذه اللحظات مشاهدي الاعزاء بروق عمر بن راشد بن سبت الخيالي. وهناك ايضا شعارك يا صالح بن سالمين العامري يمسية تتقدم محمد بن سالمين العامري. والمركز العاشر يا ابو حمد العاشرة ملامح خالد بن سعيد بن محمد الربيعي. هذه النتيجة للعشرة المراكز الاولى في مسار هذا الشوط في هذا الاندفاع الى 1200 للمضمرين والمتابعين. وهناك اشوف الاحبابي راعي العنود عبد العزيز بن يمعة بن مبارك الاحبابي على راس الحربة ما شاء الله. الكيل والاخير المركز الثاني ناني المراكز مشاهدي العزاء الناوية، عبد الله بن ثعيل الهائري ياتي على المركز الثاني، والمركز الثالث امسية محمد بن سالمين بن مبارك العامري. ولكن من الجانب الاخر اشوف الدخول في هذه اللحظات سالهود محمد بن عبد الله بن سعيد بالحب يتقدم في هذه اللحظات. هذه الاربع المراكز، هذه الرباعيه الجميله، والمركز الخامس ملامح خالد بن سعيد بن محمد الربيعي. نعود الى المراكز الاولى، شوف الاداء، شوف الابداع ما شاء الله في هذا الاندفاع. امسية محمد بن سالمين بن مبارك العامري يتقدم ويتابع، وصالح يتابع هذه الانطلاقات هذه التحديات. شوف امسية على مقدمة الشوط، المركز الثاني سلهود محمد بن عبد الله بن سعيد بالحب على المركز الثاني، والمركز الثالث ملامح خالد بن سعيد الربيعي. ولكن المركز الأول مسيطرة أمسية محمد بن سالمين بن مبارك العامري يتقدم مع أمسية في هذا الانطلاق في هذا التحدي. تهانينا والناموس، تهانينا على هذا الفوز وعلى أداء أمسية الجميل محمد بن سالمين بن مبارك العامري في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. سلام عناوي صباحي جميل الهود محمد بن عبد الله بالحب العامري. المركز الثالث ملامح لخالد بن سعيد الربيعي، والمركز الرابع من وصلت فيه مشاهدينا الاعزاء الناوية لعبد الله بن ثعيل بالهايري، والمركز الخامس المركز الخامس من وصلت فيه العنود عبد العزيز بن يمعة بن مبارك الحبابي. نعود إلى التوقيت الزمني، وهذه أمسية قدمت هذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس على هذا
الفوز المستحق، وهذا الأداء الجميل محمد بن سالمين بن مبارك العامري، توقيتها 4:36.7 من الثانية. سلام عناوي، سلام جميل صباحي في أرضية ميدان دستور. المركز الثاني، شوف المركز الثاني 4:37.3 من الثانية من قدمة هذا الأداء الجميل سلهودة، هذه محمد بن عبد الله بن سعيد بالحب الذي قدمت هذا الأداء 4 دقائق. المركز الثالث 37.5 من الثانية من حلت في المركز الثالث ملامح خالد بن سعيد بن محمد الربيعي في ثالث المراكز. تهانينا والناموس للجميع.